عند شروعك في الصلاة على النبي وقفت بين حبيبين، وقفت بين لطيف وشريف، فاستظهارك الضعف وانت بتصلي على النبي وانت تذكر لطيف ليصلي على شريف، لن يضيع الضعيف بين لطيف وشريف. عمر العبد ما يضيع بين ربنا وحضرة النبي أبدا. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى دايما يقرن رضاه برضا النبي. قال الله ورسوله إيه؟ أحق أن يرضوهما بقى؟ لا، قال يرضوه. يعني لما جه يتكلم عن الله ورسوله قال أحق أن يرضوه. صح ولا غلط؟ يبقى رضا الله من رضا رسوله ورضا رسوله من رضا الله، كله رضا واحد. يبقى الصلاة على النبي باب من أبواب الرضا. الصلاة على النبي يا إخوة مفتاح عظيم من مفاتيح الفرج، وسر لطيف جدا من الأسرار التي يقبل بها العبد ولو كان مذنبا. أخطأ طريق الجنة من نسي الصلاة عليه. تعبان والدنيا مغلباك والأحوال متعباك والمرض والوجع والألم والفقر والنكد اتلمت عليك كل الحكاية كده، جيوش الهم عملت عليك عصابة، ها بدت كل ذلك بتفجير أنوار الصلاة على النبي. عايز تعرف أنت من السعداء ولا الأشقياء ولا إيه؟ عايز تعرف أنت مين؟ شوف حجمك مع الصلاة على النبي، شوف حالك مع الصلاة على النبي. إن وجدت الله حل عقدة لسانك وأولاك سبحة الصلاة على النبي فأنت من السعداء وأنت من الأولياء. ولا يوفق للصلاة على النبي إلا من وعده الله بسعادة الدارين، وإلا كيف كنا نفهم قوله صلى الله عليه وسلم؟ إذن تكفهم خلاص خلصنا. النبي كلامه كله الصدق، هو الصدق والصادق والمصدوق. عايز تعرف انت مين عند ربنا؟ شوف ربنا أجرى على لسانك ذكر مين. ومن أجل أذكار الله سبحانه وتعالى الصلاة على النبي، لأنها ما سكنت والهم يوما بموضع، كذلك لا يسكن مع النغم الغم. انت عايز تتوضى وضوء حقيقي، الصلاة على النبي. عايز تتصل اتصال حقيقي، برضو تصلي على النبي. عايز ربنا يشفيك ويعافيك وينجيك ويرقيك ويعليك ويقويك ويبارك فيك، تصلي كتير على سيدنا النبي. لأن في مجموع قول التجلي عند ذكر المتجلي صلى الله عليه بها 10 أرقام وحسابات الوجود كلها تقف ساجدة.